معانا زميلنا الاستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصري يوم. اهلا بك يا استاذ يسري. استاذ يسري. استاذ عمر مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. عايز اعرف هل الاربعه المستريحين تم القبض عليهم كلهم ولا لسه في ناس هربانه؟ اولا خلينا نقول خلص تعازي لجهاز الشرطه وللشعب المصري في اثنين من لواءات قطاع الامن العام توفوا في واقع الضبط مصطفى البنك، واثنين من المجندين. احنا بنتكلم في منطقه البصيليه يا استاذ عمرو، فيها لغايه هذه اللحظه، اللحظه اللي انا بتكلم مع حضرتك فيها، احنا بنتكلم على 8 مستريحين اللي تم القبض عليهم. 8 8 في منطقه البصيليه. البصيليه دي عباره عن قريه في مدينه ادفو، في منها قريه اسمها المعماريه جنبيها تم القبض على واحد، في قريه اسمها السبعيه مجاوره للبصيليه تم القبض على واحد، في ايضا النهارده في قريه الشرفة اللي كان فيها اعمال تكسير وحر، النهارده تم القبض على الحصاوي ده الرابع. فيه أربعة آخرين ما زالت أسمائهم بتتردد، واحد اسمه الدولار، واحد اسمه الزعامة، واحد اسمه حجاجي البريج، دول كلهم شغالين في نفس النشاط الاستيلاء على أموال المواطنين في منطقة البصيلية أو منطقة إدفو. إحنا بنتكلم على الأماكن دي كلها على مدينة إدفو في أسوان. التلاتة اللي تم القبض عليهم واللي كان فيها استشهاد من اثنين من لواءات وزارة الداخلية، الحصيلة اللي راحت بها بلاغات لوزارة الداخلية احنا بنتكلم على 260 مليون جنيه. هنتكلم على مصطفى البنك، مصطفى البنك ده واحد 35 سنة، من شهرين ونص بالضبط كل اللي موجودين في البصيلية يعرفوا ان مصطفى البنك ده كان شغال على توك توك. استطاع ان هو لا عصامي، شخص عصامي. لا طبعا لا يا استاذ عمرو، ده انا يعني عايز اقول لك طول ما هو الطماع موجود النصاب بخير. مصطفى بدا يقول انه يد السيده زينب في اسوان، وانه حصل على تصريح من السيده زينب للعمل لمده 3 سنوات داخل مدينه اسوان من اجل الفقير، بل ان هو اقام موالد وحاجات تتعلق بالناس دعا فيها مسؤولين محافظة أسوان. استطاع ان هو خلال الفترة دي اي حد عنده ماشية او بهايم ان هو ياخدها منه، لو سعر راس الماشية 20,000 كان بياخدها ب50، وفي نفس اللحظة اللي بياخدها ب50 بيبيعها ب15. استطاع ان هو ويعمل ايه؟ بيقول لك ان انا هاخد من حضرتك اللي عندك وهتاخد فلوسك اللي انا اتفقت عليها اللي هي 3 أضعاف او 4 أضعاف بعد 21 يوم. مصطفى ضحاياه حتى امس 800 بلاغ في مركز ادفو. الاموال اللي تم العثور عليها 9.5 مليون معاه هو بس، مع مصطفى. الثاني اللي تم القبض عليه في المعماريه قبض معاه فلوس سايده في جيبه وهو ماشي 2 مليون جنيه. الثالث 1,750,000، يعني حصيله الثلاثه دول 260 مليون، بنتكلم في 3 وقائع. الراجل اللي لسه مقبوض عليه حالا اللي طاهر عبد الطاهر الحصاوي، واللي اتقبض على والده واتقبض على اعوانه، خاصه ان الناس دي يعني الناس دي شغاله نظام مصغر، بنك صغير، ان هو بياخد الفلوس من الناس وعامل شبكه مندوبين عشان يريح الضحايا. انك انت موجود في قريه السبعيه، لا ما تجينيش، انا هبعت لك المندوب بتاعي وايد في الكراسه عندي او الكشكول، وبعد كده بعد 21 يوم او نظام الوعده اللي هم بيقولوا عليها بعد 15 يوم اديك فلوسك اللي انا اتفقت عليه. طاهر الحصاوي اتقبض عليه في العمرانيه في الجيزه، معاه ايه يا استاذ عمرو؟ 10.5 كيلو ذهب، عباره عن 16 سبيكة ذهبية ومبالغ مالية. ده يعني ده أكتر من اللي موجود في المحلات، في محلات ما فيهاش الدهب ده. الغريب بقى في القصص دي كلها، أنت إزاي، وده اللي حضرتك سألت عليه وقلت إنه إحنا في انتظار، إزاي الناس دي بنت
عملت مزارع وأماكن في منطقة البصرية على أرض الدولة، الأماكن اللي موجودة دي. وده كلام الناس اللي موجودين. قبل ما أخش مع حضرتك تواصلت مع مش أصدقاء، ناس زمايلي موجودين في منطقة إدفو، بيقول لك ما فيش واحد في إدفو، في السبعية، في البصيلية، في الشرفة، في الكلح أو الكلح الشرقي أو كلح الكرنك أو الأماكن دي كلها مش مضرور في البيت ده. يعني البيت فيه كام واحد مضرور؟ بيتكلموا إنه الناس دي عملت الأماكن دي تحت بصر وبصيرة أشخاص موجودين في محافظة أسوان، وعلاقة الناس دي كلها بالأشخاص اللي تم القبض عليهم الأربعة، منهم المسجل الجنائي ومنهم أشخاص آخرين لسه حتى هذه اللحظة مش موجودين بيتكلموا عليها. يا أسري يعني الناس ديت كانت بتعمل فيديوهات وبتحطها على السوشيال ميديا، يعني مصطفى البنك ده له فيديوهات وبيتكلم عن علاقته بالسيدة زينب، وان ازاي السيدة زينب هي اللي طلبت منه ان يقوم بهذه المهام الاقتصادية. خلينا نشوف كده ونسمع الناس حتى. توكل على الله. طبعا النهاردة اخواننا ليلة القدر يوم 27 رمضان، تمام، وفجآت نازلة العيد وبعد العيد ما اقولكش. اول حاجه اللي انتوا بتعرفوش علي انا بتاجر مع ربنا، تمام، واللي الناس كلها بتعرفوش برضو انا ود السيد زين، كله يعرف كده. فالناس اللي هي بتقول مصطفى البنك حصل الحكومه خدته، مصطفى البنك الحكومه عملت فيه، لا، في حد هو يبقى ماشي مع ربنا يتضر، الكلام ده طبعا كله ما يحصلش. مصطفى البنك مش متاخر في سددات مع حد، لا، انا سدداتي في مواعيدها، الناس بنزعق عليها في بالاسم ما تكونش موجوده، ونكررها مره واثنين ما تكونش موجوده. ياجي بعد ما تقدم في الصرف كم يوم دلوقتي. الوضع يا يسري الامني في هذه القرى عامل ازاي؟ الوضع الامني، الاجهزه الامنيه بتفرض سيطرتها في المناطق دي، لكن في ناس غضبانه. طبعا احنا النهارده بنتكلم على الشرفه تحديدا، حصل فيها تكسير وحرق لمنزل عبد الطاهر الحصاوي وأحد السيارات اللي كانت موجودة قدام بيته، وكمان راحوا لمعرض السيارات اللي موجود ملكه في مدينة إدفو وحصل بيه برضو تكسير، وحصل أعمال يعني إيه استيلاء على بعض الحاجات الخاصة بمؤسسات الدولة، إذا كانت الوحدة الصحية في الشرفة أو في أي حاجة. لكن الأجهزة الأمنية دلوقتي موجودة وبتفرض سيطرتها على القصة، لكن احنا قدام حاجه يا استاذ عمرو غريبه جدا. يعني هل من السذاجه ان الناس دي تبيع كل المواشي بتاعتها ليها، وحجتهم ان هو السوق اللي موجود اللي هو سوق الاربع في إدفو ما عادش فيه بيع، وهم راغبين في الثراء السريع؟ يعني 800 واحد يقدموا بلاغات في 24 ساعه، في حين ان مصطفى البنك ده هو في الفيديو اللي حضرتك عرضته بيتكلم على 27 رمضان. الراجل الفترة اللي شغالها ما كملش 3 شهور ونص نفذ وعده 21 يوم، والوعد اللي بعديه 21 يوم، يعني اشتغل 42 يوم، ادى الناس حقوقها، وده اللي طمع الناس اكتر. يعني واحد رايح بحاجة 15,000 خدها 45، واحد رايح بحاجة 100,000 خدها 200. بعد كده الناس بدأت تعمل دعاية، بجانب انه في بعض القنوات المحلية عملت لقاءات مع مصطفى البنك. لكن الحصاوي النهارده ده قصه كبيره جدا، والواجهه او الباترينا تجاره السيارات، ده راجل كان بياخد الجنيه بثلاثه، يعني حضرتك هتحط 1,000,000 جنيه هتاخده 3,000,000 جنيه بعد 15 يوم. يعني مفيش بنك في العالم عظمه والله ما اشتغلها. يعني لو في حاجه كده الواحد ما يشتغلش بقى خلاص. لو الحياه كده ده اقتصاد مش موجود في العالم يا راجل، ده ما فيش حاجه في العالم كده. وما فيش حد في مصر، ما فيش حد في العالم مش في مصر بيدي حد فلوس من غير ما ياخد اي ورق عليه او مستندات. ده الراجل شغال بحاجه اسمها الوعده ومناديب بتلف عليك انك انت استاذ عمرو اديب النهارده انت ليك 3,000,000 جنيه احنا سجلناهم في الكراسه خلاص، بعد 21 يوم تعالى خد فلوس. والراجل الثاني اللي شغال في العربية اميزنج. يعني احنا نسيب الاعلام وننزل نشتغل الشغلانه دي لو احنا في القصه دي. لا، لكن القصه فعلا محتاجه لوقفه، محتاجه الاجهزه رقابيه تشتغل،
تعرف إذا كان فيه الكلام اللي بيقولوا الأهالي هذه الأموال أموال أثار، أموال مخدرات، أموال دخلت بطريقة غير مشروعة للبلاد، أموال طبعت في فترة الناس كلها يعني قصص وروايات بيتكلموا فيها أهالي إدفوا، عايزين يعرفوا المسؤولين اللي كانوا بيبقوا موجودين أو أعضاء مجلس الشعب اللي بيبقى بيتم دعوتهم لهذه الاحتفالات والأعداد والموالد والذكر، هل هم كانوا عارفين إن القصة دي